خبر اولي عدنا النور مار واعترف بحب اليارا مار، فهذه الفضيحة نزلت يا حبايب على قناتي الثانية اسمها من الملك المشاهير، راح تكون رابطها بالوصف يا حبايب، الكل يروح يشوف هذا المقطع. الصراحة المقطع كلش صادم، راح تكون رابطها بالوصف وبالتعليقات، الكل يروح يشوف هذاك المقطع يا حبايب. وننتقل حاليا لليارا مار وتهجم على متابعين القمر مار، فنزل شوية ستوريات كانت تقول بها انه الستوريات قاعدة تنحذف في التصاميم متابعيها بسبب انه المتابعين قاعدين يبلغون على ستورياتها، ولهم فانز القمر مار انتقم من القمر مار بسبب انهم قاعدين يبلغون على مقاطع اليوتيوب مالتها. فرطكم الستوريات. بالنسبة للتصاميم اللي انحذفت، فبأكد لكم انه انا ما حذفت ولا اي شيء، ومو معقول اني احذف لكم تصاميم لكم، لانه اصلا انا بنبسط وقت اللي بشوف تصاميمكم الحلوة. بس للأسف وبنفس الوقت يا حبايب نزلت شوية ستوريات، بهذه الستوريات كانت قاعدة حطة اغنية كلش حزينة تتذكرها بذكريات، فكم متابعين صاروا يتهمون انه هي قاعدة تسمعها انه قاعدة تتذكر نور مار. وبالاضافة للستوريات اللي بعدها، فكانت تروح لامها واخوها تقولهم انه هي تريد تتزوج تايا وهو يريد يطلب ايدها. طبعا الستوري عبارة عن مزح مو اكثر يا حبايب، اكو راح اعطيكم الستوري مالتها اللي حابب يشوفها كامل. بطل فينا حيل نحكي، بطل فينا حيل، بس بدي اسأل ليش الوجع بيجي بس بالليل، معقول حدا حكاله انه منكون لحن، حكولو هاي نمشي بشوارعنا نحكي بلا معنى، وودنا تجمعنا. ايمت العرس؟ بس لا يوصل تايع حصان ابيض. وصل وصل عند الباب، ليك عم استناكي. خلص يلا يا احمر يمشي. جميل دق الباب على اساس انت تاي. يا احمر يمشي. الله يسامحك يا انت تخلص مني. جميل جميل جميل، اسمع انت موافق على صهرك الجديد؟ مين؟ لا تدخن بالستوري اول شيء. مين حيبت انا صهر؟ ماما احكي له من صهره الجديد. مين صهره الجديد؟ تاي 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 تبع عرفتوا التاي تبع دوال الغسيل تبع العطار. لا لا. اما بالنسبه لنور مار، فنزل شويه ستوريات يقول بها انه راح يرجع يتفاعل على قناة الثانيه اللي بها تقريبا 3 مليون مشترك، وبنفس الوقت يا حبايب صار يتذكر ذكريات القناه ويا قمر ويارا، ويطلب من المتابعين انه يوقفون بيها لانه صار يقاطع على القناه 4 شهور، يعني لازم يرجع عمود يتفاعل بها بشكل قوي. فيقول بس ينزل التفاعل قوي. طبعا هو صور مقطع واحد من المقاطع، وهذا المقطع راح ينزله يوم الخميس. طبعا المقطع راح يكون ويا نيرمين مار، راح احطكم الستوريات تشوفوها. ويلكم باك برو. باكل املا فتل الساندويتش بس. ذكريات دايم يا جماعه، اقسم بالله مو تعودت على اللابتوب الصغير الماك، فهون عم بشوف كل شيء كبير، صوره غير كبيره. فاستنوا القناه الثانيه يا جماعه، انا خايف انه ارجع على القناه الثانيه بس مشاهدات كتير راح تكون زفت، لانه صار لي 4 شهور قاطع عنه وما منزل شيء، والمحتوى اللي فيه هو ردات فعلك فما محتوى قوي، فراح متاكد انه مشاهدات زفت. بس انتوا توقفوا معي صح؟ طبعا يا جماعه صورنا لكم الفيديو للقناه الثانيه، بس ما راح ينزل بكره، راح ينزل الخميس الجاي، لانه متكاسل اليوم عندي كمان تصوير ثاني. اسمع مين؟ خليكم مجهزين يوم الخميس وانشروا بكل مكان، حطوا لايكات كثير. مر بيب. استنى محمد. والله يا جماعه البحر جميل بس غدار. بالنسبة لبني ستار يا حبايب، واخيرا رجع حسابها بالانستغرام بعد 4 شهور من تهكير حسابها، واخيرا رجع الحساب يا حبايب، فان شاء الله الف مبروك على عودة حسابها. وبنفس الوقت يا حبايب اكيد منتظرين مقاطع خرافية راح تنزلها اقبل ما يرجع حسابي يا رب، وطبعا باركولها بالكومنتات على عودة حسابها. روح حاليا لأسامة مرو تنزل شوية ستوريات جندي، يطلب المتابعين انه يسأله هو وميلا، هو سؤال زيها انه هل انت تحبين أسامة مرو؟ فهي قالت يب. Yes. Yes. بالستوري اللي بعد سألها شنو أكثر لون تحبيه، فهي قالت لون الوردي. What is your favorite color? Pink. وآخر شي سألها منو تحبين أكثر، أبوج ولا أوسي اللي هو أسامة مروة، فهي قالت أسامة. روح حاليا لمحمد جواني شنو الكلام اللي قال على ريدر، فنزل شويه ستوريات بالبدايه يا حبايب كان يقول على عيد ميلاده، فباشر عيد ميلاده، فان شاء الله الف مبروك عقبال مليون سنه يا رب. ونفس الوقت طبعا هو صار يحكي على مصطفى ريدر ويقول انه قناتك من وين جايبها، من وين صارخها، يقول انه قناتك جايبها يعني من ياسو، ويقول مجرد حكيت عليه كلمتين هو راح صار يسوي عليه اغنيه، راح تكون الستوريات تشوفوها. اول شغله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايش في بجيبك هذا وانت وياه؟ شكرا لكل الناس اللي سالت عني برسائل حلوه، مع انه يعني حس ما حدا بسألني اليوم، امبارح سألوا علي بس اليوم يومين ثلاث ايام كمان بنسوني خالص. يا اخوان اول شغله انا مشغول اليوم بكثير قصص صايره معي، هي قصص ان شاء الله خير لحقي، ادعوا لي انتم بكره عيد ميلادي كمان ادعوا لي، شكرا لكل مين عايدني. مشان موضوع المشاكل انا والله العظيم بعيد عن المشاكل، بس يا اخي بندق فيني، انا شخص صريح لا حدا يقرب علي، لسه ما حكينا على ستوري.
نالو انت رابر من الشيك نضبضب يا ولد تحكي علينا. راح دغري نشر ستوري استنى الدس استنى بنزل دس روح نزل دس لشوف ايش راح يطلع معك. باختصار يا اخوان الناس بتقول لي انتم متفقين وهيك، لما الواحد بده يتفق مع حدا بيتفق مع حدا عنده اكثر منه، حدا من ليفله، مو حدا مو معروف قناته من وين سيرقه ومن وين جايبه وما بيعرف يحكي كلمتين بالراب، فكل اللي حوله رابر غنيت معه ندمان باي انقلب. طبعا مصطفى ريدر وطلع ورد عليه رد كلش ناري، رد نوعا ما شويه يضحك، راح احطكم الاستوريات ما تشوفوها. والله ضحكتني ستورياتك كلش تضحك، خاصة الحركة اللي سويتها بالستوري، هاي الحركة نفسها أنا دائما أسمعها بأغانيك تدري؟ وصل يا حبايبنا وصلت مقطع من مقطع جوكم، لا تنسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس، مع السلامة.